أهلا وسهلا بكم مجددا أحبتي طلبة الصف الثامن. في الوحدة الأولى حول دائرة مستديرة، سنتناول خلال هذا الأسبوع عدة محاور. وفي بداية أسبوع جديد مملوء بالتفاؤل والأمل، أسأل نفسي ماذا سأتناول خلال الأسبوع؟ هل سأتناول درساً في القواعد أم كتيب اللغة والأدب أم أنني سأذهب لكتاب اللغة العربية للنص فالنتينا تيريشكوفا؟ خلال هذا المقطع سوف نتحدث عن أهم المحاور التي سنغطيها خلال هذا الأسبوع. وبالإضافة للمقاطع المرئية، سنقوم بتطبيق ذلك من خلال حل الأسئلة داخل الغرفة الصفية. الصفية الثانية. ثم سنعود ونكمل ونتابع فن المناظرة. سنتذكر بداية مفردات الوحدة من المفهوم الرئيس والمفاهيم ذات الصلة وعبارة البحث والاستقصاء والسياق العالمي لهذه الوحدة التي سنقرأ في درسها مناظرة بعنوان بين العالم والشاعر. ونتذكر بداية أن المناظرة حوار بين شخصين أو فريقين يسعى كل منهما إلى إعلاء وجهة نظره حول موضوع معين والدفاع عنها بشتى الوسائل العلمية والمنطقية واستخدام الأدلة والبراهين على تنوعها، محاولاً تفنيد رأي الطرف الآخر وبيان الحجج الداعية للمحافظة عليها أو عدم قبولها. وبعد أن نقوم بقراءة مناظرة بين العالم والشاعر بحصة مستقلة ونوضح ونبين كل طرف فيها، سوف ننتقل لحل ومناقشة أسئلة النص من خلال التواصل في العمل الجماعي. لذا سنبدأ بأسئلة المعجم والدلالة، ثم سننتقل إلى البحث والتعبير الكتابي. وهكذا عزيزي الطالب، نكون قد أنهينا الأسبوع بما يحويه من مادة في القواعد حول الفعل المضارع، ثم الانتقال إلى كتيب اللغة والأدب فن المناظرة نص مناظرة بين العالم والشاعر. أسبوعاً سعيداً وموفقاً أتمناه لكم. إلى اللقاء.